شكرا سيد الرئيس. سيد النواب المحترمين، مكنت الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة نصره الله خلال 20 سنة الأخيرة 4 مليون مغربي ذو الدخل المنخفض من الولوج إلى السكن اللائق. والبرنامج الأخير للسكن الاجتماعي 250,000 درهم حقق 650,000 وحدة سكنية إضافة إلى 100,000 وحدة في طور إنجاز في أفق سنة 2026. هذا البرنامج انتهى في دجنبير 2020. رغم التقليص العجز تبين خصاص في السكن ولتجاوب أحسن مع انتظارات المغاربة، نظمت الوزارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الحوار الوطني للتأمين والإسكان. صدر عن هذا الحوار توصيات منسجمة مع النموذج التنموي الجديد، ومن بين هذه التوصيات الدعم المباشر لتمكين المواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن من اقتناء السكن. يتم تقديم هذا البرنامج على الشكل التالي: الإمكانية لكل مغربي ذا الدخل المنخفض أو من الطبقة المتوسطة أن يستفيد من 10 مليون 100,000 درهم لكل سكن يقل أو يعادل 30 مليون يعني 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، أو 70,000 درهم 7 مليون لكل سكن رئيسي يفوق 30 مليون أو يعادل 70 مليون يعني ما بين 300,000 درهم أو 700,000 درهم مع احتساب الرسوم. شروط الاستفادة: أن يكون بطبع مغربي قاطن بالمغرب أو خارج المغرب، عدم الاستفادة من أي دعم دولة لسكن، أن لا يمتلك العقار بالطبع، أن يستعمل العقار موضوع الدعم كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن تكون الرخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023. سيتم تفعيل هذا البرنامج عبر المنصة الرقمية لتبسيط وتسهيل الإجراءات ولضمان بالطبع الشفافية العملية. أهداف هذا البرنامج أبعاد بالطبع اقتصادية اجتماعية كتهدف إلى تقوية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تقليص العجز السكني، إقلاع قطار العقار خاصة المقاولات المتوسطة والصغرى، الخلق فرص شغل جديدة، تنويع العرض السكني في العالم القروي والحضري. ويمتد هذا البرنامج لمدة 5 سنوات من 2024 حتى 2028. سيتم الشروع في هذا البرنامج ابتداء من فاتح يناير شريطة المصادقة على المرسول المبرمج في مجلس الحكومة المقبل، والمصادقة على المشروع القانون المالية لسنة 2024 في مجلسكم الموقر. وسيتم تطبيق في احترام تام للقوانين التعمير وتصاميم التهيئة بدون استثناءات وملائمة مع المعايير التقنية والمعمارية. شكراً.